بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه، شيء جنوني وغير عادي. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. ديبالا يغير اتجاه اللعب على الجناح، الكرة ملعوبة عرضية. كرة على الطرف، كوادرادو، الكرة ملعوبة إلى كيزا. كرة طويلة للأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية، وتسلل آخر. كوادرادو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول تمريرها من بين المدافعين، والعرضية. هذه ضربة رأسية، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكو صعب على الفريق. تمريرة بينية، يقطع الكرة. كوفازيتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، لديه الفرصة الخطيرة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. حكيم زياش، لمسة بينية. تيمو فيرنر، كرة في المرمى، جول. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. يلعب كرة عرضية، يلعبها ببراعة. يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. نغولو كانتي، فيرنر، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. كرة طولية في المساحة، تيمو فيرنر، وينجح في تسجيل الهدف. أوه، يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. الله على هذا التحرك من أجل الوصول إلى الكرة، لعب بشكل رائع بدون كرة وتحرك جميل. النتيجة 2-0، المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا جميلة من آرثر، بعيدة تماما عن المرمى.
تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة، يلعبها طولية، حصلوا على رمية جانبية، كوادرادو، آرثر، بنتانكور، زياش، هذه فرصة خطيرة، سننتظر، يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة طويلة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة، كوادرادو، كيزا، يلعب كرة بينية، مرت الكرة، يبحث عن المهاجم، نغولو كانتي، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، يلعب رمية التماس، تشيلسي يحصل على الكرة مرة أخرى، سيزار إزبليكويتا، لمسة بينية، رمية جانبية إذن، كرة طولية إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين، قراءة ممتازة من الدفاع، رأسية مذهلة، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما، غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته، نعم، شيلويل، تغيير جميل للعب، إزبليكويتا يمرر كرة قوية، كيزا، أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم، يحاول أن يلعب كرة بينية، يتواصل اللاعب برمية تماس، ينجح في تمريرها إلى فيرنر، أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم، تسلل موجود، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، ديبالا، كرة لا تمر، تمنع حدوث رب، تسديدة، الكرة داخل الشباك، تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة، هذه طريقها إلى المرمى مفتوح، يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن، يمر ويلعب كرة بينية، آرثر، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، آرثر، بونوتشي، يحاول تمريرها من بين المدافعين، آرثر، نهاية الشوط الأول من هذه المباراة،
سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. نقولو كانتي، كوفازيتش يلعبها على اليمين، تمريرة قوية أكثر من اللازم، والكرة في المساحة. بنتانكور، كريستيانو رونالدو، آرثر يلعب كرة الجانب الأيمن. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة. يلعب كرة على اليسار. كانتي. كيزا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ شيلويل ينقل الكرة للجانب الآخر. تياغو سيلفا. يحتسب الحكم ركلة حرة. كرة طويلة إلى الأمام. آرثر. تلعب الكرة إلى الأمام، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يلعبها عرضية. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. يبعد الكرة إلى بر الأمان. يحاول أن يلعب كرة بينية. يلعب كرة بينية. ديبالا. الله يا ولد، هدف غير عادي. يوفنتوس عادوا إلى المباراة مرة أخرى. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. التعادل لا يزال مستمر. فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. يتواصل اللاعب برمية التماس. بونوتشي يبحث عن زميله. خسر المواجهة أمام خصمة. لمسة بينية. هجمة مرتدة الآن. دفاع رائع جدا. نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. كرة أرضية. فيرنر يلعبها طويلة. كرة ملعوبة إلى تسديدة من أول لمسة، والكرة في الشباك. جول. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد، والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. كيليني. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة مقطوعة بامتياز. وينجح في استعادة الكرة سريعا. يلعب كرة طويلة.
كيزا. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. بنتانكور يحاول أن يلعب كرة بينية، يحصل على المساحة، يلعب كرة بينية، لمسة بينية، اللاعب يستلم الكرة، عدت الكرة، يمر ويلعب كرة بينية، تيمو فيرنر، يا لها من كرة، شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان، هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. تغييرات الآن، محاولة المدربين الاستفادة من الأوراق الرابحة، تحسين وضعيتهم في هذه المباراة. يا له من خطأ مؤسف جدا، يفقد توازنه، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يحاول تمريرها من بين المدافع برناردسكي، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. يلعب كرة بينية، ينطلق بمجهود فردي، فرصة هجوم معاكس، يحاول أن يلعب كرة بينية، تيمو فيرنر
يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل، يسيطرون على المباراة واتسع الفارق إلى 3 أهداف. كل شيء في مصلحتهم اليوم. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة. حكيم زياش، حكيم زياش يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كوادرادو ينطلق إلى الأمام بسرعة. أدريان رابيو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. آرثر، ديبالا يلعب يحاول لعب الكرة بالرأس. الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. ربما يكون هذا الهدف هو هدف العودة، وأخشى عليهم أن يكون هذا الهدف مجرد هدف شرفي. حصلوا على رمية جانبية ويلعبها إلى داخل 18. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن لقد فعلوها، انتصار مدهش، أداء كبير، مستوى غير عادي، ليلة غير عادية. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. بعد أن انتهت مباراة الليلة، نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في مباريات القادمة. شكرا لكم على المتابعة والحضور سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء.
طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراة كرة قدم ممتعة، لان الاجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضية الملعب على العش.
طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل المباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا، ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. وتنطلق المباراة بالفعل. كرة طويلة إلى الأمام، بإمكانه إبعاد الكرة. أمام فرصة للتسجيل. فينالدوم يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة بروميس. يا له من تصدي من حارس المرمى، إنقاذ ممتاز من جانب حارس. يا لها من فرصة خطيرة. اندفاع كبير جدا في اللقطة الماضية. هولندا وفرصة من علامة الجزاء. قد يكون هذا أول أهداف المباراة. هل بإمكانه أن يضع فريقه في المقدمة من علامة الجزاء؟ يضعها في المرمى، ينجح من علامة الجزاء في التسجيل من هذه اللقطة. لعبها بغاية الهدوء، ضربة جزاء رائعة، انتظر حتى تحرك الحارس ثم لعبها ببراعة في الاتجاه المعاكس. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. يلعب كرة بينية، إمكانية مرتدة الآن. هنا كرة عرضية بالبيتزي. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. بيزي، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. تشتيت الكرة. كرة جميلة، فرصة للتسديد. تمريرة قوية أكثر من اللازم. برونو فرنانديز يمر ويلعب كرة بينية، لمسة بينية. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. وصلت إليه على الطاير، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. فرصة هجوم معاكس، تحرك بقوة هائلة. يلعب كرة على اليسار. بروميس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. بروميس، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة.
إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. يحاول فك شفرة يلعب، أوه القائم مرة أخرى يحرم اللاعب من التسجيل. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يمروا يلعب ديونغ، موجود لإبعاد الكرة. برومس ديونغ، والكرة في الشباك، جول. هذه قيمة إمكانيات، دائما تميز في الكرات الثابتة. ضربة راسية رائعة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. غيريرو، والكرة العرضية، وأصبحت ضربة ركنية. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. كرة طولية في المساحة الخالية، تمريرة. قراءة ممتازة من الدفاع. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. كرة طولية من الحارس. الآن إمكانية المرتدة، لمسة بينية. يلعبها طولية.
يلعب كرة بينية لا يمكن إهدارها. كريستيانو كرة في الشباك. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. متفوقون بفارق هدف واحد. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كرة اجتازت الخط حولت إلى رمي التماس. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. وها هي نهاية الشوط الأول. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. يبحث عن زميله كريستيانو رونالدو مع كرة بينية، وستكون هنا رمية تماس. رامية جانبية لم تنفذ بالشكل المطلوب. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعب كرة طويلة. يقطع الكرة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يتحرك لوحده، يهاجم. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تلعب الكرة إلى الأمام. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. دانيلو بيريرا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. هجمة مرتدة الآن. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يلعبها طويلة. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة.
جريرو. وستكون هنا رمية تماس. روبن دياز يبعد الكرة عن مناطقه، يلعبها طولية، كرة للخلف غير مقصودة والحارس ينجح في الحصول عليها. ريكاردو بيريرا، الآن فرصتهم للمرتدة. لاعب في الأمام في مكان التسلل. خلص الكرة ونجح في إبعادها. بيتزي يحاول أن يلعب كرة بينية. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يمد قدمه ويقطع الكرة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يلعب كرة بينية. كرة تمر من الجميع. انطلاق الآن من المدافع. تسديدة من أول لمسة. يلعبها لمنطقة الخطر. فينالدوم يتسبب في احتساب المخالفة. روتمان يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. لمسة بينية. ديونغ يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحتسب الحكم ركلة حرة. تغييرات الآن، محاولة المدربين الاستفادة من الأوراق الرابحة، تحسين وضعيتهم في هذه المباراة. يحصل عليها فان دايك. ضغط قوي وينجح في استعادتها. ديونغ يلعبها طويلة على الطرف. كرة عرضية. تعاملوا مع العرضية بشكل جيد. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. ديونغ أخطأ لكنها مرت بسلام. نجحوا في تخليص كل الكرات. كريستيانو رونالدو يمر ويلعب كرة بينية. فينالدوم
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يمر ويلعب كرة كريستيان، الكرة داخل الشباك. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. تقدم بهدفين مقابل لا شيء. ديونغ سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. كريستيانو رونالدو، كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه، وينجح في استعادة الكرة سريعا. لمسة بينية، عنده فرصة لتسديد كرة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، متابعة الكرة المرتدة، وينجح في تسجيل الهدف. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. يلعب كرة بينية، لمسة داخل منطقة الجزاء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كريستيانو رونالدو يلعبها على اليمين. برناردو سيلفا في موقع التسلل.